50,000 بريطاني في منع زيارة الرئيس. نكمل السؤال بتاع الأستاذ، أنتوا هل تأخذون هذه العريضة؟ 50,000؟ بملايين من البريطانيين، ورئيس السيسي هو يمثل الحكومة، يعني هو كان منتخب من ملايين المصريين، وطبعا فلازم نركز على مصالح الملايين من البريطانيين والمصريين. سياسات. شكرا. طبعا احنا دلوقتي في فترة تمهيدية لزيارة رئيس عبد الفتاح السيسي في لندن، الى لندن في وقت لاحق من السنة الحالية. فطبعا نركز على النتائج في مجال الاستثمار، وأنا متفائل بأن من ممكن أن سوف نعلن تقدم أكثر ونتائج جديدة في مجال الاستثمار. هل في زيارة وفود إنجليزية أو وفود شركات إنجليزية ممكن يجي مصر الفترة الجاية نشوفه خلاص بهدف يعني استطلاع فرص الاستثمار؟ أكيد نعم. مثل ما تعرف في شهر يناير زار مصر أكثر وفد تجاري منذ 10 سنين تقريبا، ولكن كل تقريبا كل شهر أو كل أسبوعين في وفود. في الأسبوع اللي جاي في وفد يزورنا من شركة متخصصة بال technical vocational education، يعني التعليم المهني والتقني. وكل أسبوع في حاجة جديدة مثل هذا الوفد. يعني أقصد وفد مجمع لشركات كتير جاي بهدف الاستثمار في مصر الفترة الجاية. مش ممكن، أنا لازم أنا أترك الإعلانات المعينة للفخامة الرئيس ومعالي رئيس الوزراء البريطاني. مش ممكن أنا النهاردة في هنا في اسكندرية أنا أعلن كل حاجة. حجم التبادل التجاري.